سيدي رسول الله، قيل لي: ألا تكتب فصلا في الدفاع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فقد استشرت جرأة الكائدين له والحاقدين عليه من صعاليك حيي بن أخطب وكعب بن أسد. قلت: وهل في الدنيا من يملك أن يضع حبيب الله محمدا في قفص الاتهام حتى يحتاج إلى تافه مثلي يقف منافحا ومدافعا عنه؟ إنني لا أرقى إلى أن أكون بمستوى التراب الذي تشرف بقدمي رسول الله، وإن صعاليك الدنيا كلهم لو تحولوا إلى كناسين يثيرون من غبار الأرض وأتربتها غيوما داكنة ابتغاء النيل بها من شمس النبوة المحمدية التي امتدت أشعتها ولا تزال إلى سائر الآفاق، لن يكون مآل تلك الأتربة والأوساخ إلا عودا إلى رؤوسهم، وستبقى شمس النبوة المحمدية صافية مشرقة تتلألأ.